أتواجد الآن في المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة. هذا المستشفى هو الميداني الأول بعد بدء هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يقام هذا المستشفى في ظل واقع طبي يعيشه القطاع الطبي بشكل صعب بعد الإصابات الكبيرة. نحن نتحدث عن 30,000 مصاب واستنزاف كبير يعيشه القطاع الطبي، أثر بشكل كبير على الواقع الطبي وعلى تقديم الخدمات العلاجية. يقام هذا المستشفى في ظل هذا الواقع المعقد. عموما للحديث أكثر حول هذا المستشفى وما الذي سيقدمه من خدمات طبية، معنا الدكتور محمد جمعة مدير المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. يعني لماذا هذا المستشفى وكم ساعة سريرية سيكون؟ المستشفى جاء هنا لمساعدة أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة. المستشفى يتكون من 40 سريرا موزعة على الاي سي يو العناية الحثيثة والأقسام، قسم الجراحة رجال ونساء ونسائية. وسيكون المستشفى مكون من غرفتين عمليات ومكون من التعقيم وصيدلية ومختبر، والطوارئ سيكون في مقدمة المستشفى إن شاء الله. سيعمل المستشفى على معالجة أخواننا في القطاع المصابين في هذه الحرب. ايش نسبة المساهمة اللي راح ممكن يتركها او التأثير اللي راح يترك المستشفى على الوقت؟ نتمنى ان يكون تأثيرا كما نتأمل ان شاء الله لمساعدة اهلنا، ونتمنى ان يؤدي المطلوب، نؤدي الرسالة المطلوبة منا الإنسانية في هذا المستشفى من الأردن. التخصصات الجراحية الموجودة شوي، تكون المستشفى من العديد من التخصصات، تخصصات جراحية كجراحة العامة، جراحة الأعصاب، جراحة الشرايين، جراحة العظام، جراحة الفكين، وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى الباطني والأطفال والنسائية. بالنسبة للمستلزمات الطبية دكتور كلها ستكون متوفرة وحاضرة إن شاء الله. نتمنى أن يكون كل المستلزمات الطبية التي سوف نستعملها ستكون متوفرة بإذن الله تعالى لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد جمعة مدير المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إذن بارقة أمل يعملها الفلسطينيون بعد بدء هذا أو وصول هذا الدعم، على أمل أن يكون بالفعل هناك مساهمة حقيقية في إنقاذ القطاع الطبي الذي يعاني من الصعوبات الكبيرة، لا سيما بعد خروج كافة مشافي مدينة غزة وشمال القطاع وتوقف الكثير من المراكز الطبية عن العمل نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.